تعال بقى نبدأ الشابتر الأولاني اللي هو بتاع الإلكتروستاتيكس. ماشي؟ إلكتروستاتيكس يعني إيه زي ما قلنا؟ معلش أستأذنكم، حد يديني ورقة، حتة ورقة صغيرة، ورقة تكون شكلها تعبان يعني، مش لازم تكون إيه؟ ماشي، شكرا. أستأذنك بقى تقطع لنا دي حتت صغنونة كده. ماشي يا رجالة؟ ماشي. طيب نبدأ بقى في موضوع الإلكتروستاتيكس دوت. زمان وانا صغير، لا مش كنت بحلم ابقى كبير، كنت بحلم ابقى كبير برضو، بس ايه هقول حاجه تانية يعني. بقول لك ايه، زمان وانا صغير كان عندي شعر. والله لا صحيح، واخد بالك؟ وشكلك مش مصدق صح؟ لا والله شكلك ما مصدق. طب اهو ده وانا صغير، ده وانا قدك كده في سنه تانية كهرباء، اولى كهرباء تقريبا. ايه رايك؟ حاجه حلوه يعني. لا لا، عظمه عظمه، اشياكه اشياكه يعني، كنت بنلبس من عند عمك حموكشه. حد مش شايفها الصوره؟ ها اقفل النور، شايفين مش شايفين؟ اقفل يا ابن النور ده، فرجهم على الحلاوه. ايه فلان النور؟ بص شويه السويتشات اللي على يمينك، لا راح فين؟ ايوه دول، نزل لا اللي على اليمين نزل كله بقى. لا انبهرته، افتح بقى النور عشان الانبهار. خلاص تعالى 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 تعالى. ماشي يا رجاله، ده ايه اول اثبات؟ ده طبعا ملوش علاقه بالعلم. فوانا صغير ايه، كان جه واحد ايه علمني شغلانه ظريفه قوي، قال لي بص انا هعمل لك بقى ايه سحر وبتاع، وراح جايب قلم وايه وقعد يعمل فيه كده، وكان مقطع شويه ورق زي دول كده تمام، ويروح مقرب القلم للورق يروح لقطها، ولا سحر ولا شعوذه، واخد بالك؟ فطبعا انا قعدت بقى اعمل الشغلانه دي، وبقيت فرحان قوي، لم بقى اخواتك وبتاع وفرح بقى وبتاع، سحر يابا صح كده؟ تمام. وبعدين اكتشفت كمان ده انت لما بتعملها كده في هدومك نفس القصه. ايه الموضوع؟ اما كبرت بقى ودخلت الثانوي بقى وجامعه وبتاع، اكتشفت ان انا من يومي عالم يعني، انت فاهم؟ اختراعات بقى وشغل يعني. هو ده يا جماعه اللي بيسموه الالكتروستاتكس. انت عارف احنا كنا بنعمل ايه؟ ده انت سعادتك وانت بتعمل كده بتنقل شحنات. بنقل ايه؟ شحنات. هي ايه الشحنات دي يا رجاله؟ ايه الشحنه دي؟ مين يقول لي ايه الشحنه دي؟ الشحنه دي ايه؟ الكترونات صح؟ والالكترونات دي عباره عن ايه؟ شحنه سالبه. طب امال الشحنه الموجبه عباره عن ايه؟ بروتونز صح كده؟ البروتونز دي شحنه موجبه. الله، بص كده على الرسمه دي تلاقي ايه؟ ده يعني كروكي كده او شكل كاريكاتيري كده للاتوم، للذره. هتلاقي فيها ايه؟ نواه، والنواه دي فيها بروتونز انسايد ذا نيوكليوس صح؟ والبروتونز دي بتحمل بوزيتيف تشارج ماشي؟ وفي كمان بعض الجسيمات لا تحمل شحنه اللي بيسموها ايه؟ النيوترونز تمام؟ ده كده جوه النواه. طب بره في حاجة اسمها الكترونز وليها شحنات. شحنة الالكترون كام يا رجالة؟ ها؟ 1.6 × 10⁻¹⁹، 1.6 × 10^-19. 1.6 × 10^-19 وحدتها اسمها ايه؟ كولوم، سي كابيتال. وده أول عالم اشتغل في القصة دي اسمه كولوم. ماشي يا رجالة؟ تمام. فحضرتك طب شحنة البروتون كام؟ هي نفسها بس بالموجب ماشي؟ 1.6 × 10^-19 بس بوزيتيف تمام يا رجالة؟ تمام ماشي. طب الماسز؟ لا الماسز مختلفة، ده البروتون الواحد تقريبا 1000 more than 1 electron.
يعني البروتون اللي هو هنا ده كتلته قد الالكترون 1000 مرة. عشان كده ما بنيجي نتكلم عن الماس بتاعت الذرة بنقول تقريبا هي الماس بتاعت النيوكليوس بتاعت النواة. ماشي تمام. اكتشف بقى ايه بعد كده؟ ان سعادتك لما بتعمل الحركة دي او الحركة دي ده انت بتنقل بعض الالكترونات بص من هنا للجسم التاني او من الجسم التاني لهنا whatever. يعني انا ما بمسك القلم ده واعمل رابنج ليه بحكه كده بنقل الكترونات من القلم للصوف اللي هنا او العكس. طب مين بنقل لمين؟ حسب نوع المواد اللي انت بتعمل لها رابنج مع بعضها حسب نوع المادة. والكلام ده ليه تيبلز موجودة اونلاين ممكن تلاقيها يعني. ماشي. المهم واحد فيهم بيبقى بوزيتيف وواحد نيجاتيف. طب مين النيجاتيف؟ اللي تلقان له الكترونز اللي بقى فيه الكترونات زيادة. شمعنا يعني؟ ما هو يا شباب اصلا الذرة بتبقى متعادلة كهربيا صح؟ يعني ايه متعادلة كهربيا يا رجالة؟ مين يقول؟ ها برافو عليك. فيها بوزيتيف قد النيجاتيف صح؟ لو فيها 3 الكترونات يبقى فيها 3 بروتونز صح؟ طب لو انت رحت عملت رابنج للمادة دي ففقدت واحد من دول بقى فيها بوزيتيف اكتر من النيجاتيف اللي احنا كنا بنسميها واحنا صغيرين بوزيتيف ايون صح؟ بقت شحنة موجبة. طب والالكترون ده راح لحتة تانية زود النيجاتيفيتي بتاعتها بقت شحنة سالب صح؟ وهكذا. يبقى انت اما بتعمل كده بتعمل ايه؟ بتعمل ترانسفير للشحنة. ايه ده يعني؟ احنا مش بنولد شحنة بقى من الايه؟ من الاكسبريشنز الغلط اللي احنا بنقولها. بقول لك ايه؟ انا بعمل كده فبولد شحنة. الشحنة لا تولد. You cannot create the charge. Charge cannot be created. ما ينفعش كده من الهوا كده البللم كده تروح مطلع شحنة. لا. But it can be transferred from one medium to another medium. ماشي يا رجالة؟ يبقى اللي بيتسبب في وجود الشحنة البوزيتيف ولا النيجاتيف هو انتقال مين؟ الالكترونز صح؟ انت ما بتعمل كده بتنقل الالكترونات من هنا لهنا فبتزود النيجاتيفيتي هنا وتزود البوزيتيف هنا. ايه ده يعني؟ ما نعمل كده مش ممكن ننقل بروتونات؟ absolutely not. ما ينفعش. البروتون ده بيبقى فين يا شباب؟ بيبقى جوه. انت سعادتك بامكانياتك المتواضعة في المعمل بتاعك المتواضع ما تقدرش تطلع بروتون من جوه. تقدر تطلع الكترون. ايوه حكها كده في بعضها تطلع الكترونات. طب البروتون؟ لا ده البروتون ده قصة تانية يا ريس. البروتون ده بقى انت دخلت في سكيل التفاعلات النووية اللي بتحتاج very high energy عشان تعملها. وفي نوعين من التفاعلات النووية، حاجة اسمها التفاعلات الاندماجية وحاجة اسمها التفاعلات الانشتارية، الفيشن والفيوجن. ده عشان تأكسس، عشان تخش تشتغل على النواة جوه ويطلع لك منها حاجات من جوه النواة. غير كده ما ينفعش. الفيشن ده اللي بيحصل في المفاعلات النووية والحاجات دي. الفيوجن اللي بيحصل على الشمس. فيشن يعني ذرة كبيرة تقسمها نصين ويطلع من جواها حاجات. فيوجن ذرتين صغيرين تضغمهم مع بعض يعملوا لك ذرة كبيرة زي اللي بيحصل على الشمس. ماشي. وكليهما بيدوك مين؟ انرجي. الفيشن اللي هو في المفاعلات النووية العادية دي احنا عندنا 2 منهم في انشاص ده عادي اللي هو بيشتغل فيه باليورانيوم والحاجات دي. الفيوجن ما عندناش في شغل فيوجن قد كده. بيحاولوا دلوقتي يطلعوا منه انرجي في العالم ولكن لسه الموضوع ايه اندر ريسيرش يعني. تمام. المهم فسعادتك ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه قانون بقاء الشحنة. زي ما في قانون اسمه قانون بقاء الطاقة في قانون اسمه قانون بقاء الشحنة. زي ما قلت لك charge is always conserved. It's conserved. يعني عندك عدد معين من التشارجز. ماشي؟ تمام. In an isolated system, charge is not created in the process of rubbing two objects together. When you are rubbing two objects together, you cannot create. You are just transfer the charge from one medium to the other one. ماشي؟ تمام. الالكتريفيكيشن از ديو تو ذا ترانسفير از وي سيد. الالكتريفيكيشن يعني عمليه الشحن
ان انت حاجة تبقى مشحونة كده او مش مشحونة وتنقلها. طيب عملية الشحن دي ليها طرق؟ ليها طرق، ليها كذا طريقة. طريقة او من اسهل الحاجات زي ما اتفقنا اللي هي الطريقة دي. بص حضرتك كده، اما تيجي حضرتك تعمل رابنج كده، تدعك رد من الجلاس في حتة قماشة مثلا، فانت بتعمل ايه؟ في الكترونز اهي بتتراكم على القماشة وبيبقى لك بوزيتيف على الايه؟ على الجلاس. ماشي؟ تمام. دي بيسموها او النوع ده بنسميه ايه؟ charging by friction or contact. اما تعمل friction two materials together you can get it. هتقدر تولد او مش تولد بقى، هتقدر تنقل الشحنة دي. دي احد الانواع. او يبقى عندك حاجة مشحونة وتكونتاكتد، عندك حاجة مشحونة وتوصلها بحاجة تانية، الشحنات هتتوصل بيه. تمام؟ خصوصا لو الحاجة التانية دي متوصلة على الارضي. دايما التيار الكهربي او الشحنات تحب تروح للارضي لانه اسهل في المقاومة، تقريبا مقاومته قليلة قوي. ماشي يا شباب؟ تمام. فده ايه؟ يبقى احنا خلي بالك احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ايه؟ ان في قانون اسمه قانون بقاء الطاقة والشحنات دي بتتنقل ازاي. انا بكلمك دلوقتي عن ايه عشان تبقى متخيل معايا ايه هي الطرق اللي بتنقل بيها الشحنة من مكان لمكان. اول حاجة الفريكشن، ان انت تجيب حاجة تدعكها كده في حاجة. تمام؟ تمام. تاني حاجة، حاجة بيسموها الاندكشن. يعني ايه اندكشن؟ بص يا عم، لو انت عندك، تخيل ان انت عندك حاجة زي كده. اندكشن يعني ايه بالعربي؟ ها؟ بيترجموه ايه بالعربي؟ الحث، بالثه مش بالسين. تمام. اسمه الحث، الحث الكهربي. يعني ايه الحث الكهربي؟ انت بتستحث المادة انها تعمل لك تشارج، تعمل لك شحنات. بص كده، تعالى تخيل ان انا عندي كرة كده. تمام؟ كرة معدن. الاندكشن بيبقى في المعادن. الاندكشن بيبقى فين؟ في المعادن. عندي كرة كده نيوترال. طيب لو رحت جايب رد نيجاتيف، جبت انا مثلا رد زجاج ورحت دعكه كده في حاجه فتكون عليه شحنات سالبه، بقى عليه شحنات. ورحت حضرتك جاي مقربه للميتال سفير دي، ادي 1 2 3 4. تخيل ان انا عندي 4 الكترونات و4 بروتونات. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الشحنه دي لو سالبه بتجتذب البروتونات ناحيتها بالشكل ده. طب والسالب دي بتتنافر مع السالب فالالكترونات تروح على السطح الثاني. اصبح انت الكره دي فيها ايه؟ ناحيه سالبه وناحيه ايه؟ موجبه. ده بيسموها اندكشن. خلي بالك there is no direct contact. انت ما عملتش contact. You didn't touch it. صح؟ يعني انا ما لمستش. خلي بالك بص في فاصل اهو، انا ما لمستش، انا بس مجرد ما قربت حصل تنافر بين دي وبين دي، دي راحت في ناحيه ودي راحت في ناحيه. نتيجة ايه؟ ان انا قربت رد مشحونة منها. تمام؟ طب بص كده بعد كده، طب لو انا رحت جاي موصل الكرة دي بالارض دي، تروح الالكترونات دي هربانة على الارض. واخد بالك؟ التيار الكهربي عبارة عن ايه؟ الكترونز. صح؟ والتيار الكهربي لو وصلته بالارض دي هينزل على الارض على طول. زي ما اقول لك كده، يقول لك ايه ده بتسرب ارضي. بتسرب ارضي يعني ايه؟ يعني التيار بيختار المسار الاقل مقاومة. هيمشي كده في مقاومة 100 اوم، هيمشي كده في مقاومة 0، لا يمشي كده. ماشي يا رجالة؟ وبالشكل دوت. فلو انا رحت موصل دي ارضي هروح واخد الشحنات السالبة، هيبقى لي مين؟ الموجبة، وهدناها الناحية دي قصاد السالب. ليه؟ لان في تجاذب بينهم. طب لو رحت شايل الرد بقى، بقت كلها دي ايه؟ موجبة، ما هي فائدة السالب اللي فيها. ده بنسميه ايه؟ اندكشن. ده بنسميه ايه؟ اندكشن. طب بص معايا كده، بص معايا كده. طب ايه رأيك في دي؟ دي جت في امتحان قبل كده، اداك كورتين زي دول وقال لك ايه؟ يو هاف تو سفيرز A and B. ماشي؟ وبعدين رحت حضرتك جايب رد الشحنه بتاعته سالبه ومقربه هنا، ايه اللي يحصل؟ جس، ايه اللي يحصل؟ ها؟ هيحصل ايه؟ بص دول وهم متوصلين مع بعض كده يعاملوا كانهم جسم واحد، كانه معدن واحد. فكل لو الرد ده سالب، كل الموجه بيروح جاري الناحيه الثانيه على السطح ده، وكل السالب يروح جاري عند ابعد نقطه على السطح ده. تشوف الشكل ده،
بص هتلاقي بقى ايه الرابط، انا سالب هنا كل الموجب جه الناحيه دي وكل السالب راح الناحيه دي، تمام؟ But they still in contact with each other، لسه لامسين بعض. طب لو سعادتك رحت شايل ده الرد السالب ده يحصل ايه؟ كما كنت، كل يرجع مكانه، صح كده؟ ما جراش حاجه. طب لو انا رحت عامل كده، لو انا وانا حاطط الرد الجلاس ده رحت فاصلهم كده، انت زنقتهم بقى كده، انت خليت السالب لوحده في كوره والموجب لوحده في كوره، صح؟ صح، تمام. طب بعد كده رحت حضرتك شايل مين؟ الرد اللي كانت مشحونه، يحصل ايه بقى؟ خلاص بقى كل السالب هيبقى، يجي السالب عايز يرجع لده يلاقي فيه سبيس هنا، فيه فراغ هنا، مش هينط يعني، صح؟ بقيت انت شحنت دي سالبه وشحنت دي موجبه. جات لي في الامتحان ازاي؟ جاب لي الرسومات دي كلها كده ماشي، وما حطليش شحنات على الكور، حطلي بس الشحنه دي على الرد دي سالبه، وقال لي ارسم الشحنات على الكوره. وصلت يا شباب؟ النوع ده من انواع التشارجنج بنسميه تشارجنج باي اندكشن، والاندكشن بيحصل فين؟ في الميتلز. ليه بيحصل في الميتلز؟ عشان الميتلز دي بيبقى فيها فري الكترونز، والفري الكترونز دي سهل تتحرك في الميتلز، اللي هي السبب ليها وجود التيار الكهربي بعد كده. فطالما في فري الكترونز سهل ان هي تتحرك في الايه؟ في المعدن، فبتتنافر وبتتجاذب حسب الشحنه المقربه ليها. خلي بالك تاني، الاندكشن without contact صعبة يا شباب؟ فيها مشكلة دي؟ تمام. طب ايه النوع اللي بعد كده برضو من طرق الالكتريفيكيشن او نقل الشحنة او التشارجينج، طرق الشحن؟ في نوع ثالث بيسموه ايه بقى؟ البولاريزيشن. اسمه ايه؟ بولاريزيشن. اسمه ايه يا شباب؟ ما اسموش بولاريزيشن، اسمه بولاريزيشن، بي بي مش ب بي، ماشي؟ اسمه ايه؟ بولاريزيشن. زي مره بقول لواحد ايه، بتكلم على التيشيرتات ومش عارف ايه وكده في امريكا يعني، فبقول له التيشيرتات البولو دي غاليه يعني وكده، التيشيرت مثلا بيعمله بتاع 120 130 دولار ولا بتاع، بقول لي ايه وات؟ بقول له البولو، بقول لي بولو ما اعرفها ايه البولو دي، فرسمت رحت كاتبها له، قال لي اه بولو ايه انت واخد بالك؟ احنا كله عندنا به يعني، مفيش مشاكل يعني، دي اسمها بي بولو، ماشي؟ املى بقك كده واديني، ماشي يا رجاله؟ طيب ده اسمه ايه بقى النوع ده؟ خلاص، لا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على ايه؟ اول ما نخلص الهزره يعني، حتى لو انت بتضحك تروح ايه على طول، ماشي؟ تمام. النوع الثاني او الثالث سوري، charging by polarization. the polarization، بص بقى انا قلت لك الاندكشن بيحصل فين؟ في الميتلز عشان فيها فري الكترونز، صح كده؟ طب البولاريزيشن يحصل في النون ميتلز، ماشي؟ ما فيهاش فري الكترونز، طب بيحصل شحن فيها ازاي؟ بص كده، لو انت رحت جايب charged object، دي حاجه مشحونه اهي موجبه، وده ماده عزله انسيوليتور، بيحصل ايه بقى؟ نتيجة وجود الشحنة دي بيحصل ان الذرة نفسها بتبدأ تدور نفسها، ماشي؟ تدور نفسها ازاي؟ يروح السالب بتاعها جايف متكومين في ناحية كده شوية، والموجب يروح متكوم في ناحية شوية، يعني عارف؟ يعني كأنك عندك حاجة زي كده بالظبط. بص كده، كأن مثلا ايه؟ الذرة في الوضع كده، تمام؟ لما تيجي تقرب بقى انت مثلا حاجة نيجاتيف هنا، نيجاتيف سطح نيجاتيف، تلاقي ده كله يتنافر معاها، ده يحاول يقرب من بعضه كده يبعد عن النيجاتيف ده، وده يروح مقرب الناحية دي كده، تلاقي الذرة يعني ايه كأن حصل فيها انبعاك كده، وبقت الناحية دي الاوفر اول بولاريتي بتاعتها بوزيتيف، والناحية دي بقت ايه؟ نيجاتيف. هندرس الحاجة دي زي دي بعد كده، دي اللي بنسموها الدايبول. بول يعني ايه؟ قطب. داي يعني اثنين، الحاجة اللي ليها تو بولز اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف في الكهربية، البولز اللي هم بوزيتيف ونيجاتيف في الكهربية. طب في المغناطيسية اسمه ايه وايه؟ برافو عليك، بنسميهم القطب الشمالي والقطب الجنوبي او النورث والساوث، صعب كده يا رجالة؟
يبقى إذن بيحصل إيه بقى؟ مفيش فري إلكترونز في ال في الأقف، مفيش فري إلكترونز في النون ميتلز عشان تتحرك، فبيحصل إن الذرات نفسها بتعمل تدوير، بتدور نفسها كده، وتلاقي إن السحابة الإلكترونية جات كلها في ناحية كده ناحية البوزيتيف، وطردت التانية الناحية التانية حسب الإشارات اللي أنت إيه اللي أنت، فتلاقي الوضع كده. بص تلاقي كله دور نفسه، لو ده موجب يبقى كل السالب جه الناحيه دي والموجب جه الناحيه دي، يعمل لك ايه؟ ناحيه برضو سالب وناحيه ايه؟ وناحيه موجب. ماشي يا رجاله؟ دول كده ايه عشان بس الناس ما تتوهش، احنا برضو بنتكلم في ايه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا على الالكتروستاتكس، ايه الشحنات دي؟ عباره عن ايه الشحنه؟ الشحنه دي قلنا عباره عن مجموعه الكترونات بتتنقل من مكان لمكان. طب الشحنه دي بتتنقل بكام طريقه؟ اتكلمنا في ثلاث طرق، ان انت تعمل فريكشن، تحك حاجتين في بعض كده، او ان انت تعمل او كونتاكت يعني، او ان انت without contact. without contact ده في طريقتين، طريقة without contact مع الميتلز وبنسميها الاندكشنز، ودي فيها فري الكترونز بتتحرك، فالالكترونات بتروح في ناحية والايه وبقية البوزيتيف بيروح في ناحية. طب في النون ميتلز اللي هي المواد العازلة، لا ده الذرة نفسها بتدور نفسها بحيث السالب بتاعها يجي في ناحية والموجب يجي في ناحية، بتعمل حاجة بنسميها البولاريزيشن. بتعمل ايه؟ polarization. دول كده الثلاث طرق بتوع التشارجنج بتاعك. طب بتعمله كده فبتشحنه، تيجي تقرب القلم بتاعك من الورقة، الورقة أصلا مش مشحونة بس القلم يعمل polarization في الورقة دي، أو حضرتك إما تيجي تسرح بمشط كده بتحط عليه شحنات موجبة، قرب المشط بتاعك لورقة تلاقي الموجب ده، الورقة دي أصلا مش معدن، يحصل فيها polarization، يجي السالب في ناحية والموجب في ناحية، فدي تقرب لدي فيحصل attraction بين الايه؟ بين الاثنين. تمام؟ برضو احد الابليكيشنز اللي هي بنشوفها في حياتنا العادية اللي هي ايه؟ ممكن حد يفتح لنا النور؟ احد الابليكيشنز اللي بنشوفها برضو في حياتنا العادية اللي هي ايه؟ اللايتنينج، البرق. عارف البرق؟ ها؟ مين كان عنده برق ليلة امبارح؟ هي كانت فرصة سعيدة يعني ان احنا نتكلم عن موضوع البرق دول. مين كان عنده برق ليلة امبارح؟ تمام تمام تمام. وشفت الطرقعة بقى بالليل وكده؟ بالظبط كده. الكلام ده ايه اللي بيحصل؟ بص يا عم الرئيس، بيحصل ايه؟ بيحصل فريكشن بين السحابة والهواء مع ظروف الرطوبة، بيبدأ تراكم ايه؟ مجموعة من الشحنات، الشحنات دي بتعمل اندكشن فوق وتحت، فيبقى فيه هنا سالب وفيه هنا موجب. السالب اللي تحت ده بيعمل لي اندكشن برضو مع الارض، فتلاقي سطح الارض اللي فوق بقى ايه؟ موجب. اصبح عندك ايه؟ سالب وموجب. اصبح في بين السحابة وبين الارض في فرق جهد، وبين طرف السحابة ده وطرف السحابة ده في برضو فرق جهد. تمام؟ فرق الجهد لو انت عارف الهواء العادي، الهواء مقاومته، الهواء مادة عزلة صح؟ في الظروف العادية من الرطوبة والبريشر المادة العزلة دي تقدر تكسر مقاومتها على 21 كيلو فولت، هي 30 كيلو فولت ار ام اس، 30 كيلو فولت ماكسيمم 21 ار ام اس. المهم يعني لو حطيت 30 كيلو فولت على سنتي، يعني هات سنتي كده سنتي وحط عليه فولت، 1 كيلو 2 كيلو لحد ما توصل ل 30 كيلو، هتلاقي فيه شراره من من الالكترود ده للالكترود ده حصلت ومقاومه الهواء اتكسرت. فالهواء ده ليه ايه؟ ليه قدره احتمال يعني. تمام؟ طب القدره دي بتقل امتى؟ كل ما الدنيا تبقى رطوبه، كل ما يبقى فيه رطوبه يبقى التوصيل اسهل. فهتلاقي غالبا القصه دي بتبقى مصحوبه بايه؟ بامطار، ببتاع بكده، رطوبه عاليه. فيبدا يحصل ايه بقى؟ يبدا يحصل ان الالكترونات دي تبدا تاين الالكترونات اللي جنبها بالكوليجن، فتبدا تنزل كده، تلاقي شراره نازله كده، ومن هنا برضو الالكترونات طالعه لفوق يتقابلوا هنا ويعملوا لك السبارك اللي هي بتروح ايه؟ ضربه دي، السبارك دي. وخلي بالك الموضوع ده ايه؟ انت ما تعرفش هتمشي ناحيه فين، وما تعرفش اي مسار هتضرب فيه، عشان كده لو حد ضرباته صعقه زي دي بيبقى البقاء لله، واخد بالك؟ عشان كده احد الابلكيشنز بتاعته ما تبقى راجل مهندس مدني بقى وتشتغل مثلا في الشركات اللي بتصمم تاورز واللي بتصمم بقى السكاي سكريبرز والحاجات دي، بيبقى احد الحاجات المهمه قوي ان احنا بنحط ايه؟ في رود كده بتحط للصواعق فوق الايه؟ فوق المبنى. تمام؟ والرد ده بيبقى متقرض. يعني ايه متقرض؟ يعني متوصل بالارضي. الاكسبريشنز بقى بتاعت الناس بتوع الكهرباء يقول لك قرضوا يعني وصلوا بالارض،
واخد بالك؟ فانت ايه الرد ده كده ويبقى متوصل بالارض. فحضرتك لو جت صعقه بتروح ضربه في الرد ده اقرب حاجه متل ليها فتروح مسربه الطيار بتاعها مين في الارض دي، فما يحصلش حاجه. يعني لو حضرتك بصيت على الهرم من فوق حاطين له ايه رد زي دوت، طبعا مش الفراعنه اللي حاطين، مثلا الكايرو تاور حاطين حاجه زي كده مثلا، اي مباني عاليه بيتحط فيها ايه الرد اللي بتحط دوت. حتى شركات الكهرباء لو حضرتك هتشتغل بعد كده مثلا في شركه كهرباء تلاقي مثلا ايه التاورز الكبيره اللي بتشوفها على الصحراوي دي، في مثلا تلاقي في ثلاث كابلات النحادي وثلاث كابلات النحيادي، دول الثلاثه الثري فيز، الثلاثه دول شايلين كهرباء، وتلاقي في واحد ماشي فوق كده ده متقرض عشان الصواعق، لو حصل اي صعقه تفرغ فين؟ تفرغ في الارض دي، لان لو حصل اي صعقه فولت عالي هيرد لك على الـ على الترانسفورمرز بتاعتك تحرق لك الشبكه وانت في غنى عن القصه دي. دي احد الابلكيشنز ايه بتاعتنا. طب تعال نجرب بقى الشغلانه اللي احنا كنا بنقولها دي ونشوف ظروفها ايه. بص يا شباب، دي ايه؟ ماسوره ميه، صح كده؟ دي ماسوره ميه وعندنا فوطه، ماشي يا رجاله؟ فحضرتك لو جبت ماسوره الميه دي انت سامعني ولا ايه؟ ما هنا ايه، لو جبنا بقى ماسوره الميه دي كده مع الفوطه دي تمام، وحضرتك رحت قعدت ايه عملت فريكشن بينهم حاجه بالشكل ده، يلا همدي مين الاول تمام، بص قرب كده، شايف القوة دي؟ تمام؟ شفت دي؟ تمام؟ حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك بتولد او بتنقل هنا شحنات من الماتيريال دي على الماتيريال دي، فمتقرب ده لهنا بيحصل ايه؟ بيحصل بولاريزيشن، صح كده؟ البولاريزيشن ده بيبقى طرف نيجاتيف وطرف بوزيتيف، فبيروح ايه لقط معاك الشغلانه دي، ماشي يا شباب؟ اوريك حاجه كمان ظريفه قوي برضو، بص معايا كده، بس هحتاج واحد يساعدني بقى. مين ال اي حد من الجماعه؟ تعالى يا باشمهندس اتفضل امسك دي كده، و معلش عشان الايه التكتيفه اللي انا مكتفها دي، ازازه ميه هنفضي دي في دي لان دي ليها مواصفات خاصه. بتنقط كويس، ممكن تقفل لنا الفتحة دي؟ ايوه. بص بقى، بص يا شباب برضو دي دي جت رسمة في امتحان قبل كده تمام، الوضع كان ازاي؟ بص معايا كده، لو انت سبت دي كده بص كده دي بتنزل ميه صح؟ امسك بقى هندسه، امسك كده، لا مش عشان تعرف الشغلانه متعبه برضو يعني. شايف؟ ده مين يا رجاله؟ ها ده ايه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل برضو اندكشن تمام؟ بيحصل اندكشن ازاي؟ ثانيه واحده لا لا مش شم خرومه من تحت، لا انا قصدي هو بيقول لي لا ما هيك، ما تقلقش احنا عاملين حسابنا ماشي، المايه نازله عادي ما فيش مشاكل. حضرتك لو شحنت الرد دوت بشحنات وقربتها للميه
لو ده مشحون سالب الموجب في جزيئات المياه بيجي الناحيه دي والسالب بيجي الناحيه دي وبيحصل اتراكشن ايه بينهم. ماشي يا رجاله؟ نعملها تاني. عايزك بقى تروح تخرم الحاجات اللي عندك في البيت وتشتغل. ماشي؟ بص كده ارفع ايدك فوق يا عم. شوف عشان الناس اللي ايه. ماشي؟ شوف يا هندسة. ماشي يا رجال. لو لسه ياما هتشوف انبهارات يعني ما تقلقش. ماشي يا شباب. يبقى احنا ده كده ايه؟ خاصة رجال. ده كده كان انترودكشن كهربية والشحن والالكتروستاتيكس وظروف الشحن ده ايه؟ وزي ما قلت لك خلاصة الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه اللي حد دلوقتي ايه؟ ان الشحنات دي عبارة عن الكترونات بتتنقل من مكان لمكان. انا بتكلم على الكهربية الساكنة اللي هي ما بتتحركش اللي هي بتتنقل بكذا طريقة. فريكشن بولاريزيشن اندكشن. ماشي يا شباب؟ ماشي. مطلوب اول حاجة هنعمل مسابقة. ايه هي المسابقة؟ الجروبس اللي هتشتغل مع بعض عايزين كل واحد يعمل لنا تجربة زي دي. كل جروب يعملوا لنا تجربة زي دي في البيت بقى في بيت حد منهم. تمام؟ تجربة خاصة بموضوع الشحن دوت. طب واحنا هنجيبهم منين؟ يا باشا اليوتيوب مليان. ماشي؟ تجربة وتتعمل وتتصور. تمام؟ عايز فيديو فيما لا يزيد عن 3 دقايق واعمل ابلود للفيديو ده على الجروب بتاع Physics for Engineers وهنعمل فوتنج على الحاجات دي والمجموعة اللي هتكسب هتاخد جوائز ان شاء الله في المحاضرة. ماشي يا شباب؟ مين جاهز معنا يشتغل؟ شغلنا فن يعني واخد بالك؟ جرب كده وقعد اخترع كده ووريني ايه اختراعاتك. طبعا بقى ايه؟ بص خلاص يا رجالة خلاص يا شباب. لا مش لازم تربطوا على الجروبس من دلوقتي يعني طب وبعد ما اخلص المحاضرة. بص بقى معايا كده. بص معايا كده. قلنا خلاص. فزي ما اتفقنا خلاص يا عم ابا الحاج يا ريس ها زي ما قلت لك القصه دي فيها افكار كتيره قوي ولو عملت حاجه بايدك صدقني هتفتح لك حاجات انت ما كنتش فاهمها وهتدنك فاكرها لحد ما تقعد تحكي لعيالك بعد كده بالك يا ابني وانا في اعدادي هندسه اقول لك عارف عملت كذا وحاجات هل ناجي 20 مره قبل كده خد بالك عادي افتح احكيها له برضه 21 مره. المهم فحضرتك زي ما قلت لك طالب منك ايه؟ فيديو 3 دقايق معاك طول الاسبوع. ماشي؟ وهنحكم الفيديوهات دي يعني مثلا خلينا نقول ايه الديدلاين بتاعنا المحاضره اللي جاي. ماشي؟ في الفيديو ده وبعدين 3 دقايق مش اكتر عشان يبقى سهل في الابلودنج وكده. لو اقل من كده ماشي. معاك لحد يوم ميعاد المحاضره اللي جايه وبعدين ناخد اسبوع كمان ايه فوتنج. ماشي؟ وبعد كده نشوف مين اللي ايه مين اللي كسب معانا. طبعا بقى عايزين بقى مهارات الايه الناس اللي بتعمل اديتنج والحاجات الفن. ليتس ميك ات فن. ليتس ميك ايديوكيشن فن. واخد بالك؟ ماشي يا رجاله. ده كده كان اول جزء من المحاضره بتاعتنا.